السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة أم الصابرين لتفسير الأحلام. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الصعود في المنام. فتفسير رؤية الصعود في المنام هو رفع والهبوط ضده، فمن انتهى إلى العلو فقدر علوه يكون مكانه والهبوط كذلك، يعني العلو عكس الهبوط، الهبوط عكس الإيه؟ العلو. تفسير رؤية صيد السمك في المنام، فإذا اصطدت سمكا أو رأيت سمكا قد صيد فعلا فذلك نجاح في العمل. صياح الديك معناه سماع أخبار سعيدة. أما صهيل الخيل معناه أنك ستكسب صديقا جديدا. الصخرة في المنام فهي علامة ضيق، وإن كانت تتسلقها جيدا فإن هذا الضيق سيزول بأمر الله. تفسير رؤية الضفدع في المنام أو الضفدع، فهو حلم ليس حسن، إلا إذا حلمت أنك تقتله فإنك ستتغلب على أعدائك بأمر الله. صلوا على حضرة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى.